السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا الجمعة 111 من الحراك الشعبي السلمي الموافق ل 2 أفريل 2021. الشعب خرج باش يسترجع السيادة تاعه الوطنية وحقه في التعبير عن الرأي تاعه. وحنا قاعدين نفهمك، حنا خرجنا من أجل دولة المؤسسات، من أجل دولة العدل والحق والقانون. حوسوش أولونا، حوسو ردونا، ويأدرجونا هذا الحراك. هذا الحراك هو حراك كامل الشعب، ولا ينتمي لأي إيديولوجية ولا أي حزب. حنا ما خصناش إيديولوجيات وما خصناش أحزاب هنايا، لخاطرش هذا الشعب كيخرج خرج على هدف واحد وموحد، ألا هو تحرير الجزائر من التهمة الحاكمة هذه الحكومة الوظيفية اللي صرحها الاستعمار قبل ما يخرج باش يخدم المصالح تاعها. حنا خرجنا باش نحرروا الجزائر من هذا النظام، باش نحرروا الجزائر، باش يتحرر الشعب الجزائري. فوالا هذه هي.